سلام ورحمة الله. ازيك يا استاذة دعاء؟ أهلا يا إيمان، ازيك؟ بصي يا استاذة دعاء، انا أرملة من 15 16 سنة. جوزي مات وساب لي 3 عيال، ماشي. انا كنت عايشة كويس جدا جدا، جوزي ما سابليش جنيه. كان مهندس في شركة بترول، وكان عمل عملية زرع كده وخد كل الفلوس ومات. ابتديت من الصفر، كان مستوايا كويس جدا. وصلت ولادي الكبير، دخلت هندسة أكاديمية بحرية، ما شاء الله. والتاني تجارة، والتالت في ثانوية عامة السنة دي. أمنت لأخويا وعملت له توكيل، خد كل حاجة. يا ساتر. وبهدلني أنا وابني الكبير، ايوه، واشتكينا في المحاكم لا حول ولا لدرجة إن قوة أنا الا خسرت بالله. شغلي. ايه، خسرت شغلي وبشتغل دلوقتي خدت شغل خدامة منها؟ بس ازاي يعني انت عشان سبت أصرف على شغلك ولادي. ولا سبت شغلك؟ انا اسمع، انا اسمع. سبته لأن كل شوية كان بيعمل لي مشكلة ويبعت لي ناس يبهدلوني في الشغل. سابت شغلها. سبته، بهدلني أنا وابني الكبير لدرجة ليه إن ابني بقى بهدلك؟ ليه يخسر عايز كل ايه ده. يعني بهدلك ليه؟ مش انت عامله له توكيل؟ خد كل حاجة، خد عربية ابني، كنت جايبة عربية لابني، كنت شاريه حتة أرض، خد كل حاجة عشان يرضي مراته، ينفع تغسلي رحمك بعد ما حصل لك كل ده، بعد ما أخوك عمل فيك كل ده. فضحني، قال عليا أفظع أفظع كلام ممكن اخوك يتقال. شقيقك؟ أخويا مش إيه، ايوه، ايه السبب؟ ايه بهدلني السبب؟ قدام كل الشيخ الناس. بيسألك يا ايمان، ايه السبب؟ والله من غير سبب انه طمع فيا، ازيد من كده ماشي، رغم ان انا كنت فاتحه بيتك، كنت ما بعزش على اي حاجه، بس الكل ما بقاش مصدق. انت لوحدك وعملتي كل ده، وصلتي انت لكل ده، اشتغلتي ايه يا ايمان؟ كنت مدخله ابني الكبير احسن كليه، دلوقتي مش عارفه ادفع له ولا ترم. اشتغلت خدامه عشان ولادي ما يبقوش مني، لان انا السبب، كنت شغالة ايه كلهم عشان تعملي؟ انقذوا، اشتغلتي ايه يا كلهم ايمان؟ انقذوا. اشتغلتي ايه عشان تعملي كده وتدفعي الكلام ده كله؟ اشتغلت جليس، ايه؟ جليسة؟ اشتغلت جليسة رغم ان انا معايا بكالوريوس تجارة ودارسة لغات، بس ما كانش واخوكي مستمر كده متخرج، عشان واخوكي ولادي ما متعلم؟ يتعلمش. نعم؟ اخوكي متعلم؟ متعلم، بس بيحقد عليا، ما كنتش اعرف انه بيحقد عليا بالطريقة دي. هو ومراته خدوا كل حاجة، كل أمسي عليك. حاجة. انا دلوقتي انا وولادي والله ربنا اللي اعلم بيه، بس بشتغل عشان هما ما ينجحوش يكملوا تعليمهم. ينفع تصل رحمك في الطريقة دي؟ ينفع؟ لا ينفع بصي تصل بصي، رحمك بعد ما اخوك عمل فيك كل كده؟ ينفع؟ بهدلني وسوق انت سمعتي انا ما عندكوش حد غير اخوكي ده وانت بس؟ ليه؟ مفيش اخوات حد تانية يقف قالولي له يعني؟ ملناش مفيش اخ دعوة، تاني احنا مش يقف قادرين لاخ؟ عليه، انت اللي عملتي له توكيل. خد عربية ابني، ابني كان بيروح الجامعة بالعربية، هي خد العربية كانت مستعمل باسمك؟ ويصرف. العربية خد كانت كل باسم حاجة. مين؟ ها؟ ايوه استاذ دعاء، العربية كانت باسم مين يا إيمان؟ كنت كتبتها باسمه لان ابني كان قاصر، كان طالع من العشرة كاتباها باسم الاوائل في أخوكي؟ الثانوية العامة. نعم؟ كاتباها باسم مين؟ كتبتها باسم اخويا وخاتم. طيب ماشي. ابني كان طالع في الثانوية العامة من العشرة الاوائل، كنت فرحانة فيه. ماشي يا إيمان. يعني دخلت طب في مستشفى سؤال كبير. للشيخ يا إيمان؟ في سؤال للشيخ؟ نعم؟ في سؤال معين للشيخ؟ ينفع تصل رحمك وهو عمل فيك كل ده؟ يبقى كده صلة رحم فين وصلة الرحم كده؟ شكرا لك يا إيمان. حاجة يعني طيب، هو هي بتسأل على صلة الرحم، وهل ينفع تصل رحمها بعد ما أخوها عمل فيها كل ده؟ هو الأول طبعا احنا عندنا عدة نقاط لازم ناخد بالنا منها. يعني احنا لما نيجي نعمل توكيل عام لأخ أو لكذا أو لحاجة من ديك، لازم ناخد بالنا من عدة حاجات. لابد من إشهاد شهود على هذه المسألة، لابد أن يكون عنده حد رادع أرجع أقدر أرجع له لو لا قدر الله حصل منه زي ما حصل من الأخ ده. حكاية وقوع الحقد أو الحسد يفعل ذلك، يفعل ذلك وأكثر من ذلك. فالحسد قتل به قابيل وأخوه هابيل، وده كان حصل في بداية الحياة، فبالحسد ذلك. وكذلك أيضا بالحقد ألقى إخوة يوسف أخاهم في بئر، يعني في الطريق، فهذا أمر وارد، يعني يحدث هذا. بين نعم الأخوة يحدث، يعني. بين الإخوة. فإحنا لازم ناخد بالنا من الكلام ده. لكن هو الحلقة المفقودة في الحوار هي ليه تعمل توكيل لأخوها أن يتصرف هذا التصرف، وهي ست كويسة وبتعمل دخل كويس وفلوس كويس، يعني أكيد بتفهم، أكيد بتعرف، يعني أكيد
معاه بكالوريوس تجارة ومعاه بكالوريوس تجارة، هو يعني ممكن يبقى هو ده سندها وثقة، والراجل اللي في اللي ماسك لها حاجتها. ما بنحطش كده في الفلوس، بس مش المفروض ما بنعملش كده مش في الفلوس المفروض. والعربية باسمه والكذا، لا حتى لو هو يعني أحسن حد في الدنيا، وحتى لو هو بالزبط. لأنه محدش ضامن لو هي لو قدر الله حصل لها حاجة فجأة، ما كل حاجة باسم الشخص ولدها. أنا عايز ولدها. أقول لحضرتك على حاجة بسيطة بنعملها بين الإخوات بعضهم وبعض، ودي حاجة بسيطة مش 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 إحنا مثال، لو حصل إن أنا مثلا أردت إن أنا أستدين مبلغ من الوالد مثلا، والدي أنا عادي أو مبلغ بسيط وحاجات زي كده، لابد أن أكتب شيك من حسابي مكان هذا المبلغ، المبلغ ده اتاخد من الخزنة يتحط مكانه شيك بنفس المكان. ليه بقى؟ لأني ما حدش عارف مين يموت قبل مين، فإذا حدث أن الابن مات قبل الأب يبقى يستطيع الأب أن يطالب بهذا المبلغ إن كان هذا أمانة أو ما شابه ذلك. وإذا مات الأب قبل الابن اللي هو المستدين، يبقى في الحالة دي ترى في أوراقه أن فلان المدينة بمبلغ كذا.